بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
وسلام.